اتصدر الفنان احمد سعد الترند خلال الساعات القليله اللي فاتت، بس المره دي بشكل مختلف. لا هو طلاق ولا هي تصريحات جديده غريبه منه، ده كان بعد اعلان خضوعه لعمليه جراحيه بسبب اصابته بضمور في الفك العلوي من الاسنان. وكشف الطبيب المعالج لاحمد سعد تطورات حالته الصحيه كلها. اتكلم كمان عن تفاصيل المرض اللي بيعاني منه النجم احمد سعد واللي خلاه اعتذر عن حفله بمهرجان الموسيقى العربيه، وده خلاه يتصدر الترند زي ما قلنا في الاول، وكمان خلى الجمهور يسأل عن تفاصيل حالته الصحيه والمرض اللي بيعاني منه. طبيب احمد سعد قال العمليه حساسه جدا لانه كان عنده تاكل وضمور في الفك العلوي من الاسنان، وعمل عمليه مش سهله وخد بنج كلي، واللي عمل العمليه طاقم طبي متخصص في العمليات لانها دقيقه جدا، وتمت العمليه بنجاح، وهيحتاج من اسبوع ل 10 ايام راحه، وبعد 3 شهور هيعمل عمليه بسيطه عشان تثبت التركيبه الدائمه عشان يقدر يعيش بيها حياه طبيعيه. وتسبب مرض احمد سعد في اعتذاره عن احياء حفله بمهرجان الموسيقى العربيه واللي كان من المقرر انه يحييه يوم السبت اللي فات. كلنا هنا بنقول لك ربنا يقومك بالسلامه يا فنان، ويرجعك لجمهورك وفنك بالسلامه، وتبعد عن الترندات واثاره الجدل.